بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المعلمة رفاه الفطراوي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت، المادة اللغة العربية، الصف روضة ثالثة، اليوم الأحد 2 أيار عام 2021. بسم الله نبدأ. كيف حالكم يا أطفالي؟ كيف أنتم اليوم؟ اشتقت لكم كثيرا. بعد أن تعرفنا على حرف الميم وتعرفنا على حرف الميم مع الحركات والمدود، الآن سوف نؤلف من المقاطع الصوتية كلمات. هيا معا. را را مي را مي را مي. ماذا تصبح يا أطفالي؟ رامي رامي. أحسنتم. مي مي مي. را مي را. تصبح ميرا ميرا. مي را ميرا ميرا. را ما دو. را ما دو. تصبح رمادو رمادو رمادو. را ما دو رمادو رمادو. أحسنتم يا أطفالي. هيا نعيد القراءة. را مي رامي. مي را ميرا. را ما دو رمادو. الآن كلمات أخرى. ت ما را. ماذا تصبح؟ تمارا ت ما را تمارا. ت ما را تمارا. أحسنتم يا أطفالي. عامي 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 عامر عامر عامر. تصبح عامر 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 عامر. نقرأ الكلمات. عام عام عام. مي ز ما ر مزمار. مي ز ما ر مزمار. تو مو رو تمورو. تو مو رو تمورو. مو زارع مزارع. مو زارع مزارع. أحسنتم يا أحبابي. الآن سوف نقرأ جملة. عاد 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 عاد. عماد 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 عماد. عاد عماد. من من. عاد عماد من. عاد عماد من. داري داري. عاد عماد من داري. مازي مازن مازي مازن. عاد عماد من داري مازن مازن. أحسنتم يا أطفالي.
الآن يا أطفال، ما هو واجبنا في البيت؟ أن نقرأ المقاطع الصوتية والكلمات بالطريقة الصحيحة. بارك الله فيكم. وأيضاً لدينا واجب آخر، انظروا ما هو. أحسنتم، تحليل كلمات جديدة. هذه الكلمات نطلب من ماما أن تكتبها لنا على الدفتر، ونقوم نحن بتقطيعها وتحليلها بالشكل الذي تعلمناه. يا أطفالي، أنتظروا منكم واجباتكم الجميلة، وإلى اللقاء في درس قادم.